بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. حلقتنا النهارده هنتكلم عن كبس البيضه. طبعا البيضه يا جماعه او الزغاليل بتطلع مثلا على من اول يعني من 18 يوم ل 21 يوم، يعني لو احنا في الحر بتطلع على 18 يوم او 19 يوم، في الشتاء تطلع ممكن على 20 يوم او 21 يوم حسب درجه الحراره. يعني زي ما انتم شايفين طبعا احنا بنقشر البيضة كده بالراحة خالص، حتة صغيرة كده حوالين المنقار بتاعه، ماشي؟ زي ما انتوا شايفين اهوت حوالين المنقار بتاعه. طبعا احنا بنساعده اللي هو يطلع، عشان البيضة دلوقتي كده الزغلول انكبس، يعني مش هعرف يطلع من البيضة. ليه بقى؟ عشان سمك البيضة، القشرة بتاع البيضة بتبقى تخينة، السمك بيبقى تخين شوية، فطبعا بيبقى يعني ايه زيادة كالسيوم او حاجة زي كده، فطبعا القشرة بتبقى ايه السمك بتاعها بيبقى تخين. طبعا هو دلوقتي الزغلول جوه ما بيعرفش يطلع، هيموت هينكبس، يعني لو قعد كمان بكرة او يوم مثلا زيادة عن ال 21 يوم طبعا كده بينكبس بيموت. فاحنا بنحاول نخرجه زي ما انتم شايفين، طلع مثلا منقاره ماشي من جوه كده، انتوا شايفين، متخافش من اي حاجة، احنا كده بننقذه كده. طبعا طلعنا دماغه اهوت زي ما انتوا شايفين، ممكن برضو نطلع الجناح بتاعه كده، بنساعده اللي هو هيطلع لوحده، بس اخرنا كده. ما ينفعش حد يشده بقى كده خالص ويقول ايه شيله خالص، لا كده هيموت. ليه بقى؟ بيبقى لسه الـ في المؤخر بتاعه طبعا بيبقى فيه حاجه زي السره كده ماشي، بتبقى لازقه في البيضه من تحت، لو احنا شديناها بتجيب دم وبيموت، لازم هو يخرج لوحده زي ما انتم شايفين اهوت. الحمد لله صاحي ما ماتش، كنا فضلنا شويه كده كمان ساعتين ثلاثه كان زمانه انكبس ومات. طبعا انا متابع البيض ده مثلا من اول يوم لغايه 21 يوم، طبعا الزغلول اللي هناك ده طالع على 20 يوم، وده المفروض ان يطلع وراه مثلا تاني يوم، يعني يطلع تاني يوم على طول، فما طلعش، فاستنيت لليوم اللي بعده وحاولت اخرجه، قلت كده هو انكبس في البيضه وهيموت زي ما انتم شايفين. طبعا احنا هناخد بقى Ah!